بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح السي بايثون، فأول تجربة ليا كده إن شاء الله تكون مفيدة لكم بنسبة كبيرة يعني، وإن شاء الله يعني لو في أي حاجة مش مفهومة تكتبها لي تحت في الكومنتات وأنا هرد عليها أكيد. ويعني خلينا نبدأ في الكورس على طول ونشوف هنعمل إيه بالظبط. احنا هنشتغل الكورس من على موقع سولو ليرن. الموقع ده هيفيدنا ان احنا نقدر نحل تمارين كتير واحنا بنشرح، وفي نفس الوقت هتلاقي في حاجات كتير بتتكرر، فده هيثبت المعلومة اكتر في دماغك. الكورس مقسم لستة توبكس. اول حاجة getting started with python، going deeper with python، working with data، في control flow، working with lists، واخر حاجة الفانكشن. كل توبك من دول احنا هنشرحه في فيديو. يبقى احنا كده في الكورس بتاع Introduction to Python هياخد مننا 6 فيديوهات. الحاجات اللي هلاقيها بتتكرر كتير قوي يعني ممكن تلاقيني بمشي على طول عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل وانت ما تزهقش. وكمان الفكرة في الموضوع ده ان انت في الاخر هتقدر تاخد شهادة من هنا من الموقع، انا خدتها يعني، هي بتبقى مقفولة بس ما انت بتخلصهم بايه بتتفتح. وانا هسيب كل اللينكات المرتبطة بالموضوع ده في الديسكريبشن تحت، وتقدر انت بعد ما تفهم تدخل لو عايز تطبق وتاخد الشهادة. طبعا احنا مش هنكتفي بالكلام اللي في الشهادة بس، يعني لو في حاجة حوالين النقاط معينة هنقولها عشان برضو ايه يبقى انت جمعت اكتر استفادة من الموضوع. تعال نشوف كده في اول توبيك اللي هو getting started with python هنشوف فيه ايه. طيب ده اللي قدامنا السنتكس بتاع بايثون. انا دلوقتي لو عايز اخرج اوتبوت بكتب print وبعد كده بفتح قوسين وبكتب بين علامات التنصيص الكلمة اللي أنا عايزها تطلع. أنت فهمت دلوقتي إن أنت عشان تطبع أي حاجة هتكتب print البراكتس علامات التنصيص ويلكم، دي هي الكلمة اللي هتطلع في الأوتبوت. كذلك برضو الأمر لو أنت مش بتطبع نص بس، يعني مش بتطبع string بتطبع integer، فهتلاقي 360 عايز تطبعها ما بين براكتس برضو تطلع. ماشي، تعال نشوف تاني اللسون بتقول ايه. احنا هنا بنتكلم في الفاريابلز. ايه هي الفاريابلز؟ الفاريابلز هي حاجة انا بديها قيمة معينة عشان اقدر استخدمها في عمليات بعدين. بكل بساطة هو ده تعريف الفاريابل. انا عندي دلوقتي مثلا عرفت اكس وقلت اكس بيساوي 5، يبقى انا كده اديت initial value او قيمة مبدئية للاكس بتساوي 5. ممكن بعد كده اقدر اعمل عمليات حسابية عليها او على حسب انا هستخدمها في ايه، وده هيوضح معانا من خلال الكورس يعني. فهو هنا بيقول لك ايه، هو كاريت فاريابل اسمه ايتم واداله انيشيال فاليو اسمه بايك. طيب هو بيقول لك اصلا ايتم يعني، هو اشمعنى كاريت ايتم يعني، انت عايز تفهم دلوقتي. هو بيتكلم ان انت عندك دلوقتي محل بيبيع مثلا دراجات وكده، فقال لك احنا هنعرف فاريابل واسمه ايتم وهنديله انيشيال فاليو بايك، حطها ما بين دبل كوتيشن عشان ده سترينج. تمام، سترينج يعني حروف او كلام، يعني كلام نصي مش قيمة زي 5 10 15 20. لو بنتعامل بالجمع والطرح والكلام ده كله هنستخدم أرقام عادية، إنما أنت بايك مش هتعمل عليه عمليات حسابية، مش تيجي تقول مثلا بايك زائد 5 مثلا، مش هيديك قيمة يعني. كونتينيو. طبعا لما انت بتعرف الفاريابل عشان تساويه بالقيمة تتحط يساوي. وهنا بيتعامل طبعا على ان الناس اللي داخلة ما عندهاش خلفية برمجية قوي، بس هو طبعا دي حاجة كويسة عشان هيفيدك في ان المعلومة تثبت في دماغك بشكل اسرع. انت عايز تدخل مثلا موبايل او ايباد، لازم تخلي اسم المتغير اللي انت هتدخل فيه حاجة زي كده يبقى بيعبر اصلا عن القيمة اللي جواه. ما هو المتغير ده انت اللي بتكريته بدماغك يعني، هي مش حاجة مفروضة عليك انت بتكريته، بس عشان تسهل الموضوع على نفسك وما تيجي تستخدمه تلاقي فيه سهولة في الاستخدام، ولو حد هيكمل الكود بعدك يقدر يكمله عادي وما يحصلش مشاكل. فتخلي اسم الفاريابل بيعبر عن الحاجه اللي جواه. فانت دلوقتي الحاجه اللي جواه بيقول لك اي باد، لما تيجي تكريت مثلا فاريابل هتقول ديفايس، حاجه منطقيه يعني. هنا بيقول لك ايه، هو مديك مسج اهي او مديك جمله يعني، بيقول لك قول لي فين الفاريابل نيم وفين الفاريابل فاليو. فانت هتيجي هنا المسج دي الفاريابل نيم، الفاريابل فاليو ليفل اب. بيقول لك قول لي الفاريابل نيم، هتقول له مسج ايه الفاريابل فاليو ليفل اب. حلو حلو. يقول لك الكمبيوتر بتقدر مثلا تعمل عمليات بسرعة أكتر من الإنسان؟ أكيد طبعا.
والا مثلا ما كانش في لايبريز في لغات البرمجه، وكان يعتمدوا على مخ البني ادم بقى. لو مثلا بتيجي تتكلم في الداتابيز في الحاجات دي كلها، اكيد لما انت تقعد تسرش على معلومه معينه هتبقى اسرع من بني ادم، فاكيد ترو يعني. ماشي، تعال نخش على الليسون اللي بعدها. بيقول لك تكست داتا، الداتا اللي هي ايه؟ زي ما قلت لك فيها كلام نص يعني، فاحنا بنطلق عليها string، string data. يعني انا عندي دلوقتي عشان اعرف اي حاجة ان هي string لازم بحطها بين quotation marks، تمام؟ دي quotation marks لو انت مش عارف. فهو بيقول لك حط هنا يعني ايه اللي ناقص وكده، فحط quotation marks. يعني اي داتا مش ما بين quotation marks ما تعتبرش string، مش كلام، الكمبيوتر مش هيتعامل معاها لانها string. وبرضه لو حطيت رقم، يعني لو حطيت 15 ما بين ان دبل كوتيشنز هتعتبر سترينج برضه. ليه؟ عشان حطيتها من دبل كوتيشن، ما حطيتهاش لوحدها، تمام؟ في السترينج مش شرط تحط كوتيشن ماركس، يعني انت ممكن تحط كوت واحده بس زي دي كده، يعني مش شرط تحط اللي هي الاتنين دي، لا طبعا. هتحط ايه وهي بادئه بواحده؟ ما ينفعش تبدا بواحده وتنتهي باتنين، لازم يكونوا الاتنين زي بعض. طيب الميزه بقى هنا ان انت عندك كومبايلر برضه في قلب البرنامج، فتعالى كده نشوف ايه، نقعد برضو نفهمك الحاجات اللي احنا قلناها في الشوية اللي فاتوا دول. انت دلوقتي عشان تطبع welcome to the playground كاوتبوت، تعالى نرن كده، طلعت لك الكلمة. حلو حلو. طيب احنا قلنا مثلا ايه، ان انت لو حطيت رقم هنا هيطلع لك ايه، 15، طلع لك اهو 15. طيب انا مثلا لو جيت قلت هنا 15 زائد 3 هيطلع لي ايه، 15 زائد 3، ليه؟ هو اتعامل معاه لان هي قيمه نصيه، على عكس مثلا دلوقتي ما انا اشيل دول واقول برنت 15 زائد 3 طبع كام، 18. ليه؟ لان هو اتعامل معاه كرقم فبيجمعها. تعال نشوف برضو حته ايه القدس الواحده دي. هطبع محمد مثلا، فهقول له ايه، اتعامل معاها عادي كأنها دبل كوتس زي كوت واحدة بس. تعال نحط برضو دبل الكوتس ونشوف ايه الاوتبوت، محمد برضو ما تغيرش. دي برضو بتبقى حاجة حلوة عشان ايه، يبقى انت مش شرط تبقى محمل اي دي اي زي جوبايتر مثلا او اي كومبايلر حتى فيجوال ستوديو اهو، بس ايه عشان انت ممكن الناس اللي هي بتبقى لسه بادئه ما يعني يحصل معاها مشكله في التسطيب في اي حاجه، فتحس ان هي زهقت. الموقع برضو حلاوته ان عندك كومبايلر عليه تقدر ترن زي ما انت عايز. في نقطه هنا برضو تعال نقولها، بيقول لك ايه المعلومه دلوقتي اللي طلعت لك من السطر ده، يعني هل السطر ده بيكرييت فاريبل، بيعمل فاريبل يعني؟ طيب تعالى برضو نرجع لايه، للكومبايلر، ونشرح برضو حته ايه كرييت فاريبل، ايه الفاريبل ده اصلا. انت عندك لو انت كنت بتستخدم سي بلس بلس او اي حاجه بتضطر تكتب مثلا انت اكس بتساوي 5، حلو، ولازم تحط سيمي كولون ده عشان تكريت فاريبل اسمه اكس وتحط فيه قيمه 5. طب انت في بايثون مش محتاج الكلام ده خالص، انت بمجرد ان انت مثلا تعمل اكس بتساوي 5 هو كده خلاص الفاريبل اتكريت. وتعالى برضو نجرب هنا نقول ايه، برنت اكس، ران، طلع لك ايه 5. وكمان انت مش شرط تنهي الجمله بسيمي كولو، لا، هو بمجرد ان انت نزلت سطر هو عارف خلاص ان انت ايه، الامر اللي فوق هيتنفذ وبعد كده اللي تحته هيتنفذ. بيقول لك ايه الامر اللي سطر الكود ده عمله، هل الامر ده بيديسبلاي فاليو اون ذا سكرين؟ هو انت كتبت برنت، يعني انا دلوقتي لما جيت هنا كتبت برنت كونتري، يعني بعد السطر ده كده كتبت تحتها برنت كونتري، ما كتبتش. فهو بالنسبه له دلوقتي هو بيكريت فاريبل بس اسمه كونتري وحط فيه ايه، ايسلاند، فهتقول له كريت فاريبل يبقى تمام. تعالى ندخل في الليسون اللي بعدها اللي هي النوميريكال ايه داتا. النوميريكال داتا زي ما قلنا اللي هي الارقام، تعمل عليها عمليات حسابيه براحتك كل الكلام ده. هو عمل بوبيوليشن، بوبيوليشن ده زي تعداد السكان مثلا، بيديك تساوي و25000، انت كده كريت فاريبل اسمه بوبيوليشن اديته انيشال فاليو 25000. ايه هنا اللي فيه نوميريكال فاليو؟ البوك ده قلنا ما بين دبل كوتيشن يبقى كده ده سترينج، البيجز بتساوي 310، ده ايه النوميريكال؟ بيقول لك البرنت دي بتعمل ايه، ديسبلاي ا فاليو اون ذا سكرين ولا بتعدي الفاريبل؟ احنا اتفقنا ان برنت ايه، برنت معناها اطبع هنا، فبتديسبلاي فاليو اون ذا سكرين. تعالى بقى نشتغل في الحاجات دي شويه.
هنا بيقول لك برنت 7+3، واحنا جربنا الموضوع ده قبل كده وطلع لك النتائج اهو. برنت 7+3 بتساوي 10، 10 ناقص 5 بتساوي 5، 5 في 3 15، 10 على 2 بتساوي ايه؟ 5. انت مش واخد بالك من حاجة؟ اشمعنى دول التلاتة دول طالعين 10 5 15، والقسمة بس هي اللي طالعة بالخمسة فلوت. لما انت بتكتب 5 كده بوينت زيرو، ما كتبتش 5 بس زي اللي فوق دي، اي رقم بقى بيبقى نوعه فلوت. احنا قلنا انتجر اللي هي بتبقى نوميريكال، وفلوت برضو نوميريكال بس بيبقى ايه؟ علامة عشرية. اي حاجة داخل فيها ديفايد او قسمة بتطلع الناتج فلوت. تعالى كده نكريت فاريبل فلوت مثلا، انا هقول له مثلا ايه بتساوي 5.0، بي بتساوي 9.3 مثلا. يعني تيجي تقول له سي بتساوي ايه زائد بي، برنت سي. تعالى نرن، طلع لك 14 و 18، جمعهم مع بعض. يعني خلي بالك برضه، انا ممكن لما اجي دلوقتي عرفت البي بتساوي 9، ده معناه ان هي انتجر. لما اجي اجمع الخمسة اللي هي فلوت مع 9 اللي هي انتجر، هيطلع الناتج ايه؟ هنشوف دلوقتي طلعوا ايه. فلوت زي ما شفت، وضحت. يبقى احنا عندنا دلوقتي اي ديفايد اي قسمة الناتج بيطلع فلوت، اي جمع انتجر وفلوت الناتج برضه هيطلع فلوت. وطبعا اي عملية حسابية ما دام داخل فيها فلوت بيبقى الناتج فلوت. يعني انا مثلا دلوقتي قلت ايه؟ قلت برنت 10.0 في 5، المفروض يطلع لي ايه دلوقتي؟ هيطلع لي 50. طب هنشوف شكلها عامل ازاي. طلعها لي ايه كده؟ ليه؟ انا عندي دلوقتي اي عملية حسابية ما بين فلوت وانتجر بيطلع فلوت، هما الاتنين نوميريكال داتا، بس ايه؟ ضرب جمع طرح قسمة بيطلع فلوت. طيب تعال نشوف داتا تايب بوليان. اسم الداتا تايب ايه؟ بوليان، او بنختصره بنقول عليه بوليان. طب تعال نشوف دلوقتي بوليان بيستخدم ازاي. انا عندي دلوقتي لو قلت برنت 5 اكبر من 10، هي الخمسة اكبر من 10؟ اكيد لا طبعا. تعال نشوف هيطلع لنا ايه. قال لك ايه؟ فولس. طبعا الكلام ده ملو، يعني ايه دي؟ حاجة اسمها كومنتات هنعرفها قدام ان شاء الله وفي الفيديو الجاي يعني. طيب لو انا قلت هنا اقل من 10 هيطلع لي ايه؟ ترو. يبقى احنا كده عرفنا ان بوليان ده هو داتا تايب بيطلع ترو او فولس. ترو لو الحاجة اللي انت بتقولها دي صح هيطلع ترو، لو غلط هيطلع فولس. تعالى بقى نشوف ايه الاوبريشنز وكده، اللي هي العمليات الحسابية اللي بيستخدم في الضرب، يعني في البايثون. لو انت بتضرب رقم في رقم فهتستخدم الاستريك دي، مش هتستخدم في بتاعة الرياضة دي، ما بتستخدمش في حاجة يعني. ودي ليها استخدام تاني قدام هنعرفه. هنا هو كاريت فاريبل سماه بادجت بيساوي 200، وقال لك برنت بادجت بيطلع كام؟ 200. خلي بالك هنا هو مديك بادجت التانية دي على اساس ان انت هتطلع له الكلمة دي. احنا اتفقنا هيطلع له الكلمة دي لما تبقى ايه؟ بندبل كوتيشن، تمام؟ يبقى هيطلع له بادجت دي لما تبقى بندبل كوتيشن كسترينج. هو هنا تعالى نكتشف الكود مع بعض. هو هنا عرف فاريبل اسمه يوزر نيم، واداله قيمة اسمه ايه؟ ماجيك يعني. طبعا عشان ده سترينج حطه بندبل كوتيشن، انا بعيد لك وازيد لك في الموضوع. وعرف فاريبل تاني اسمه بوينتس نقط، واداله 50. انت عندك هنا واحد اسمه ماجيك يعني عنده 50 نقطة. جه هنا عمل لك برنت لليوزر نيم وعمل لك برنت للبوينتس، يبقى المفروض ايه؟ مين اللي هيطلع؟ ماجيكيان ده و50 نقطة. فبيقول لك ايه اللي هيطلع؟ يقول لك برنت اللي مش هتطلع، يبقى ماجيكيان اللي هيطلع وال50 اللي هتطلع. تعال نشوف الليسون اللي بعدها، جيم مسج. احنا عايزين نطلع مسج اسمها جيم اوفر تطلع على الشاشة في فاريبل اسمه مسج. نقول دلوقتي ان اسم الفاريبل هو اسمه مسج بتساوي، حط الدبل كوتيشن بتاعك عشان ده سترينج ودي كلمة عايزها تطلع على الشاشة، يبقى جيم اوفر برنت مسج. تمام. طيب تعال نشوف الحته دي. انت هنا لما تيجي تحط ايدج مثلا، هل ايدج ده كعمر مثلا انت ممكن تعمل عليه عمليات حسابيه في حاجه؟ اه ممكن. ممكن ايه؟ ممكن مثلا تقول عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده مثلا 22 سنه. طيب هو داخل المدرسه من عنده، هو عنده كام سنه؟ عنده مثلا 7 سنين. اطرح بقى ده ناقص ده. يبقى انت كده هتستخدم ايه؟ هتستخدم قيم، مش هتستخدم الرقم على اساس ان هو رقم هيتعرض. يعني مش بطاقه رقم قومي هي، مش هتعمل عليها اي حاجه، مش هتعدل عليها حاجه، لا. فتيجي تحط يساوي 34 العاديه من غير الدبل كوتيشن. طيب انا مثلا دلوقتي بقى خلينا نشوف كده، يعني لو المتغير ده اسمه اي دي، اي دي انت مثلا وانت داخل الكليه في الاي دي ليك رقم اكاديمي، هل كده ممكن تتخيل في بالك ان هو ممكن يتعدل عليه؟
ممكن تقول الاي دي ده ناقص حاجه، ممكن تقول الاي دي ده في حاجه، في على حاجه، على اي حاجه، مش هيستخدم. حلو، فانت لما تيجي بقى تستخدمه هنا هتستخدمه على انه ايه؟ string in double quotation. تعال نشوف ده هنا. كريت فاريبل، كريتنا فاريبل برضو بيساوي 20، برنت بادجت زائد 10. البادجت ده اللي هو بكام؟ ب 20 زائد 10 يبقى المفروض اللي هيطلع 30. هنا هو سيبك من كريتة النيم بيساوي توم، ده قال لك دلوقتي ليفل بتساوي 14، بعد كده قال لك ليفل بتساوي ليفل زائد 1. لما جه يطبع ليفل هنا هو خلاص بقى هو قفل دي دلوقتي، يعني دي كده هو مش شايف، هو شايف القيمة الجديدة للليفل. قال لك الليفل دلوقتي ايه؟ بيساوي الليفل القديم زائد 1. الليفل القديم ده اللي هو بكام؟ ب 14 زائد 1 تبقى 15. يبقى لما تيجي تعمل برنت الليفل ده تطلع كام؟ 15. عايز كاريت فاريبل تحط فيه نوميريكال فاليو وتعرضها في الشاشة، نوميريكال فاليو اللي هي انتجر او فلوت، برضو الفلوت نوميريكال. فهتيجي هنا هتلاقي عرفنا فاريبل اسمه برايس، ادينا له فاليو 139، عملنا برنت للبرايس. طيب تمام، احنا كده خلصنا اول فيديو، يعني ده اخر حاجة. هو في اخر كل توبيك بيديك كويز تحله، وعشان يعني ايه زي بتركيب كده على اللي فات. تعال نشوف فيه ايه. كاريت فاريبل واديله انيشال فاليو بتساوي 100، كاريت اسم الفاريبل الاول سكور يساوي الفاليو اللي انت عايزها اللي هي ال 100. بيقول لك لو انت مثلا بتعمل فاريبل عن الطقس هتسميه ايه؟ مديك اختيارات نمبر برايس تمبريتشر، فهتسميه تمبريتشر. خلي بالك دي كلها الاسامي، اي كرييشن بيحصل لاي فاريبل انت اللي بتسميه، فانت بتسميه اسم زي ما قلت لك له علاقه بالموضوع، عشان لو في اي حاجه هتحصل اضافيه قدام تبقى شايف الوصول سهل، ما يبقاش حاجه صعبه عليك. ما تبقاش مثلا تلاقي فاريبل اسمه برايس مثلا وحاطط فيه ايه؟ معلومات عن الطقس مثلا، فهتلاقي في دماغك بتسيح. يعني ايه نوع البيانات اللي بينادي نص او قيمه نصيه؟ مفيش اصلا حاجه اسمها تكست دي خالص، ولا في حاجه اسمها وورد، هي سترينج زي ما قلنا. بيقول لك الكود ده هيطلع ايه في السكرين؟ مش هيطلع اي حاجه، لان ايه؟ مفيش برنت اصلا، تقول nothing no message. حتى بايثون سهله في التعامل معاها عن اي لغه تانية، تحس ان الموضوع لحد ما يعني مش عايز اقول تافه يعني، بس هو لحد ما سهل قوي. طبعا لو انت عندك اي استفسار عن اي حاجه، لو انت لسه بادئ اصلا ما تعرفش، يعني انت ممكن تكون المصطلحات اللي انا بقولها غريبه عليك شويه، انا مش عارف بصراحه انت المستوى اللي انت وصلت له ايه. فلو عندك اي سؤال عن اي حاجه انا معاك في اي وقت، كلمني على الفيس، على انستجرام، اي حاجه. بقى احنا كده يعني الحمد لله خلصنا اول فيديو، وهو الكورس خفيف مش صعب خالص، وهو عباره عن introduction to python، وبعد كده هيبقى في مستوى انترميديات، وهنشوف على حسب يعني لو انتوا محتاجينه تمام، مش محتاجينه احنا ممكن نبدأ بقى ندخل في نشرح المكتبات اللي احنا هنتعامل معاها زي نمباي وبانداس والحاجات دي كلها. بس يعني المكتبات مش هنشتغل على نفس الموقع يعني، لان هو مش موفر حاجة زي دي اهو. يبقى احنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ بقى نخش في التوبيك التاني، في الموضوع التاني يعني، وهنبدأ بقى نتعامل مع بايثون بشكل اقوى شوية.